برنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الرصيف، معي أنا علاء المنصري وأيضا برفقة المبدع خالد بامشموس. أعزائي المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين مرة أخرى، ونحن اليوم السادس واليوم السابع علاء. اليوم السابع، الحلقة السابعة. اليوم السابع والحلقة الليلة السابعة. لا الليلة الثامنة. الليلة الثامنة. أي نعم. الليلة الثامنة ولا السابعة؟ الليلة الثامنة الحلقة السابعة خالد، اخلص عليها. حياكم الله وكل سنة وأنتم طيبين مرة أخرى ورمضان كريم، وإن شاء الله الأيام الجميلة هذه اللي نقضيها في أجواء رمضان في جدة وفي الحجاز بشكل يعني خاص، الحجاز أجواء جميلة 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 جدا، ما تخيلوا قديش هنا البليلة وهنا البلد وهنا الأجواء الجميلة. كبدة. في وسط البلد والكبدة. أجمل أجمل أجواء. في بداية الحلقة نشكر كل الرعاة اللي معانا، كل الرعاة اللي معانا نشكرهم حقيقة، اللي ما قصروا معانا، اللي وقفوا معانا ووقفوا مع هذا البرنامج بالذات، والحمد لله كل يوم الرعاة بيزدادوا يوما بعد يوم، وقولوا ما شاء الله ما شاء الله. طيب عن في البداية خليني أذكركم بأرقام التواصل الموجودة أسفل الشاشة، اللي التواصل معنا من داخل السعودية الاتصال على رقم التالي أسفل الشاشة 7081، وللتواصل معنا من خارج المملكة العربية السعودية تواصل معنا 0888216908 96. هذه أرقام التواصل. نذكر بس بعض الرعاة المشاركين معنا للحلقة لهذا اليوم، نبدأها بالشركة الداعمة الأولى شركة هوندا، كل الشكر لها طبعا، وايضا نوجه الشكر ايضا لاطارات تويو، والى مجموعه تشويس سبيكر، والى برايفت كوليكشن سكر تاون، واذا السواني ابل بيز، وايضا فندق ايلاف وثنائيات وثياب لومار. ها خالد، شركه عبد اللطيف العمودي زبده الماس تنقلك الى عالم اخر. زبده هذه معانا اليوم، زبده الماس من شركه عبد اللطيف العمودي، هي اليوم من الرعاة اللي حيشاركونا في هذه الحلقه. كما نشكر ثنائيات على الملابس اللي قدموها للحلقه، سكر تاون قلت؟ اي قلت سكر تاون، قلت برايفت كوليكشن، قلت برايفت كوليكشن، بس خالد ماسك الزبده اليوم عشان كنا في عزومه، فالشيخ اعطاه الزبده هذه قال له سوي لي اعلان عليها كبير. اوكي هذه الزبده عادي اللي يذوقها صراحه شيء ولا في الاحلام، على البيض على السمن على اي حاجه ستيك. قال لك الزبده على السمن. حياكم الله اعزائي المشاهدين، نبدا اول حلقتنا مع اول اتصال. الو. طبعا نسينا نعرف، دقيقه يا جماعه، تعال تعال هنا عبد العزيز، تعال تعال عبد طبعا العزيز. على اهله خرجوا قالوا خذ ربي اخوك، وجاب اخوه معاه هنا الاستوديو. هذا اخوي الصغير عبد العزيز المنصري، يقول السلام عليكم. السلام عليكم. احب المشاهدين الكرام، هنا قول احب المشاهدين الكرام. احب المشاهدين الكرام. توجه تحيه لماما وبابا، يلا قول ماما هاي. هاي. كيفك ماما؟ كيفك ماما؟ يلا روح العب كوره. شوفوا الفرق بين عندي اخوي الصغير يقول السلام عليكم يا امي، شوفوا ده يقول هاي، ولد فرنجي ولد خاجه. ايه شفت كيف؟ الو معانا اتصال. الو بسم الله. الو اتصال. طبعا ايضا راح يذكركم بارقام، مش ارقام التواصل، اكونتاتنا الشخصيه على تويتر، بعد شوي راح تشوفوا حسابي الشخصي موجود، وايضا راح تشوفوا الهاشتاج اسفل الشاشه كمان تتواصلوا معنا، اسم الهاشتاج هاشتاج الرصيف. بالنسبه لحسابي الشخصي الموجود على تويتر باسم علاء المنصري، فقط اكتب بمنطقه السيرش علاء المنصري، وايضا خالد بامشموس راح تلقون، اكتبوا خالد بامشموس تلقون لابس عمه. لا تتوقفوا عن التواصل، راح نكون معاكم 24 ساعه باذن الله تعالى من الليله. حيكون في اس ام اس، اللي يبغى يرسل للبرنامج على طول يرسل على اس ام اس، حنكون الارقام ظاهره على الشاشه الاس ام اس لمده 24 ساعه على طول معاكم. نحن 24 ساعه ممكن ترسل اس ام اس، قد تكون بعد رساله واحده سعيد الحظ بهذه السياره الهوندا وتكسب السياره الهوندا سيفيك. انت ما عندك سياره،
حتكسب هوندا سيفيك. هوندا سيفيك يا خلاص شباب. خلاص فهمنا يا اخي سيفيك. انت شريطي قلبت لي فرصة هنا. هوندا سيفيك قلب شريطي. وهذا علاء المنصري لو ما هجد اليوم بالزبده دي في راسه. قلب شريطي. اذا ما خليته يروح سايح قلب شريطي بالزبده. اوكي بتسيح الزبده من هنا قبل الحلقه. مين معانا؟ الو محمد. الو السلام عليكم محمد. سلام محمد كيف حالك؟ الحمد لله كيف الحال؟ كل سنة وانت طيب يا محمد. وانت طيب. رمضان كريم يا محمد. الله يكرمنا ويكرمك. الله يبارك فيك. من فين يا محمد؟ من جيزان. ونعم بأهل جيزان. كيف المغش؟ جيزان. من جبال فيفا. ونعم بجبال فيفا والله على راسي. ايش اخبارك يا محمد؟ والله الحمد لله اخبارك. محمد متابع حلقاتنا دوم من اول رمضان ولا يعني؟ لا والله اول حلقه شاهدتها. اوكي ان شاء الله تكون مبسوط فيها معانا يا محمد. تفوزنا اهم شيء. انت فوزنا. ابشر بعزك. تبغى تفوز؟ ايوه خالد نفوزه على طول. فوز فايز. يلا روح عطوا صفقه. هذا فايز من البدايه. ابشر بعزك. يلا ادك الزبده تزعلك عليها. فايز تسلم تسلم. جعلك سالم وغانم حبيب قلبي. تستاهل صفقه. ما في صفقه. واحد اثنين ثلاثه. هنا في كنترول طبعا عندنا. طيب يا اخواننا يا شباب نحن عندنا السحب على جائزه امس. عندنا سحبين الان راح نجريها باذن الله تعالى. خليكم معانا وحنشوف مين كان سعيد الحظ امس او اللي ربنا كتب له الجائزه. بلاش نقول سعيد الحظ لانه في ناس ما تعجبهم سعيد الحظ. فنقول مين اللي ربنا كتب له جائزه امس. ان شاء الله حناخذ معانا عبد العزيز اليوم حيسحب. تعال هو اسحب يا عبد العزيز. عزوز خلط خلط خلط. شوف ايوه شوف هنا هنا شوف هذه الكاميرا. طيب اقرا عبد العزيز مين اللي فاز معنا. الفائز الاول عبد الاله من جده. عبد الاله من جده. هذا عبد الاله. رقمين عشان اوكي. هذا عبد الاله من جده. طيب. اخر ثلاث ارقام يا شباب. واخر ثلاث ارقام من جواله 9 8 7. عبد الاله من جده. جيب ثاني عبد العزيز. جيب 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 عبد الاله من جده. واخر ارقامه 9 8 7. راح طبعا هذا اللي الاتصال. شايفينه انتم قدامكم الهادي البانيو اللي كان يتروش فيه على المنصري زمان. هذه قلتها انت خلاص. بالله عليك ابغى جديد عشان اضحك. يا الله نقي نقي يا عبد العزيز. اوكي نقي نقي عبد العزيز. مين مين عبد العزيز؟ عبد الرحمن. من فين؟ من المريخ. عبد الرحمن. ما في من اليمين. عبد الرحمن الفائز الثاني. هو عبد الرحمن هنا. عبد الرحمن معانا. عبد الرحمن راح يتصل فيك. انت الفائز الثاني ايضا في حين الاتصال بعبد الرحمن او الفائز الاول. عبد الاله وعبد الرحمن. راح نذكر الجوائز اللي ربحها معانا الفائزين اللي هي طبعا تنقسم الى ماديه والى ايضا جوائز كوبونات من عده رعاه مشاركين معانا. عبد العزيز. الو عبد العزيز. عبد العزيز. الو رد عبد العزيز. عبد العزيز ابو عزه. عزوز. الو عبد العزيز معانا ضياء اليوم الله يستر. عبد العزيز. الو الو الو. ايوه عبد العزيز. الو الو. مين معانا؟ عبد الله. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله. معليش الشباب من كتر ما يسمعوا اسامي في الكنترول لخبطوا مو عارفين عبد العزيز ولا عبد الله. عبد العزيز. عبد الله. من فين عبد الله؟ الحمد لله. من فين عبد الله؟ من جده. ونعم والله باهل جده. كيف امورك عبد الله؟ والله الحمد لله. عبد الله جاهز للمسابقه؟ جاهز؟ انت اللي فايز عبد الله ولا عبد الله؟ اللي فايز. واي طيب جيب جيب الورقه يا ابوي. عبد الله. ايوه عبد الله من جده. ايوه عبد الله. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. خذ الجوائز اللي كسبتها. اول حاجه 500 ريال كاش. عيش يا معلم. الشيء الثاني كوبون من ابل بيز. كوبون من سكر تاون. برايفت كوليكشن. ثنائيات. لومار. واحدة حبة زبدة على حسابي. خذ عليك. اوكي مبروك. واحدة مبروك. زبدة. اهم شيء الزبدة. حياك الله. يلا الف مبروك. تواصل مع الكنترول عشان يوصلوا لك الجائزة عبد الله. طيب لا تنسوا ارقام التواصل المتواجدة اسفل الشاشة الان. راح نبدا نستقبل اتصالاتكم الى حين استعداد اتصال بالفائز الاول. وسيم من وين؟ وسيم. وسيم سلام عليكم. الو. هلا وسيم شو اخبارك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. من وين يا وسيم؟ جدة. اهلا فيك يا وسيم. كم عمرك وسيم؟ 14. يلا اختار واحدة من المحلات يا وسيم. هوندا. هوندا. عبد العزيز اعطيني كوبون من هوندا بسرعة. اعطيه عبد العزيز بسرعة. عبد العزيز تعال 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 بسرعة. اوكي السؤال يقول حيوان
يضرب به المثل في الخيانة فيقال أخون من نمر ولا ثعلب ولا ذئب؟ نمر؟ نمر ولا ثعلب ولا ذئب؟ غششوا عبد العزيز غششوا. نمر. شوف التلفزيون، انت طول في التلفزيون زي الناس. سهلة. شوف ايش يقول لك عبد العزيز. شوف ده غشاش صغير جبناه له. ساعدني. اهو بيساعدك شوف اصبعه. شوف. معلش اصابعه كانها واحد هنا. السؤال الثالث. شوف. الخيار الثالث ذئب، يا سلام صفقوا له. صح. الو. الو. عبد الرحمن فايز الثاني طبعا حيكون معنا يا خالد بعد شوي. يلا اوكي عبد الرحمن. الو عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن ايش اسمك؟ ايش عبد الرحمن ايش اسمك؟ عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن ايش اسمك؟ عبد الرحمن سلطان محمدي. ونعم ونعم بسلطان المحمدي ونعم الله بالحربي. كيف حالك من المدينه ولا من وين؟ من المدينه. ونعم بك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يا حبيبي. هلا عبد الرحمن. ها انت امس شاركت معانا؟ نعم. يا سلام عليك، الف مبروك لك يا عبد الرحمن، الف الف مبروك. اول حاجه 500 ريال كاش. يا سلام حلوه. لا كتر الصفقه. يلا نعيد من جديد. 500 ريال كاش. ايوه كده. انا اقول لك حاجه ثانيه، كوبون من ابل بيز. صفق كمان. كوبون من لومار، كوبون من سكر تاون، كوبون من برايفت كوليكشن. ايش ده عبد الرحمن؟ ادينا شويه يا اخي عبد الرحمن. هلا. اديك بالزبده دي؟ ايوه. تبغى الزبده كمان؟ خلاص اكفيك. مبروك يا عبد الرحمن. الله يبارك فيك. خلاص اتواصل مع الكنترول ان شاء الله عشان يسلموك الجائزه. الو. ايوه السلام عليكم يا سلمى. سلمى. الو يا سلمى. ايوه ايوه نعم. هلا سلمى شخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين يا سلمى؟ من مكه. اهلا وسهلا بسلمى وتحيه لاهل مكه. سمعونا صفقه لاهل مكه. عبد العزيز حق الفايزين. سلمى اختاري واحد من المحلات يا سلمى. هوندا. لا حاول تغيري غير هوندا، خلي هوندا حق الرجال. نروح برايفت كوليكشن. خلي هوندا حق الرجال. الرياضه. طيب وشو؟ الرياضة. سكر تاون. اوكي بناخذ لك واحد من محلات سكر تاون. والسؤال يقول تشوفيني؟ تشوفيني؟ ايه. اوكي، من اول من استخدم مدفع الافطار في شهر رمضان؟ هل هو ابو جعفر المنصور ولا عثمان بن محمد باشا ولا محمد بن علي باشا؟ ها؟ قولي. طيب ابو جعفر ولا عثمان ولا محمد علي باشا؟ اول واحدة. محمد بن علي. قلب قلب. تجنن الرجال بسرعه. محمد بن علي. محمد بن علي باشا. يا سلام. محمد بن علي ده من ابها. ده محمد بن علي كلاي هذا ملاكم. واحد من ابها محمد بن علي. الو وفاء. اسمع عشان هذه زي اسم امي. ألو. كسبها. الو يا وفاء. كسبها كسبها بسرعه. الو. كل سنه وانت طيبه وفاء. وانت طيب. من فين يا وفاء؟ وفاء عشان اسمك زي اسم امي. مبروك مبروك. اعطوه صفقه اعطوه صفقه. اقول له من فين؟ فايزه 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 فايزه. شكرا شكرا. تفضل وفاء. الحين اللي حيطلع كلهم وفاء. الو نورا. ايش؟ الو. يقول لي عبد العزيز نورا. خالد عبد العزيز يقول فضحت اسم امي. نورا عادي عادي. الو. عادي عادي. الو. الو نورا. هادي يعني. ايوه. السلام عليكم، كل سنه وانت طيبه. انت طيب. من فين يا نوره؟ من جده. ما شاء الله الجده اليوم كثير ما شاء الله تبارك الله. نوره جاهزه للمسابقه؟ ايوه. يلا اختاري سؤال. من وين؟ تويو، ثنائيات، برايفت كوليكشن، سكر تاون، من هوندا؟ هوندا. هوندا. خلوا هوندا حق الرجال يا جماعه. يا شيخ خليها تاخذ عادي ايش بك. طيب عشان تفوز ان شاء الله تعطيها لزوجها ولا اخوها. اوكي. طيب السؤال جدا سهل مع اني انا ماني فاهمه لكن سهل هو ان شاء الله. اللون الذي لا يمكن للنحل رؤيته، هل هو اللون الابيض ولا الاسود ولا الازرق؟ اللون اللي النحل ما يشوفه. الابيض. الابيض ولا الاسود ولا الازرق ولا الابيض ولا الاحمر ولا الاخضر ولا نقل نقل يا ويلك من الله. غشش. الاسود.
غش على ابيض على ابيض يا هو ايش الذكاء ده كله يجي الو زياد هلا شو اخبارك يا زياد هلا هلا بك زود شو اخبارك هلا هلا بس يا شيخ اقول لك ايش اخبارك بس الحمد لله والله بخير من فين يا زياد من مكه اهلا اوه مكه وجده اليوم يا سلام مكه اليوم زياد زياد هلا اسمه تال 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 زياد انت 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 بطلب منك طلب تم ولا مو تم زي امس ايوه زياد انت نفس المتصل حق امس ايوه ايوه يلا عطوه صدى وسمعونا صوته زياد يسمع صوت اسمع صوته مره حلو يلا زياد واحد اثنين ثلاثه بسرعه هلا هلا ارخي التلفزيون ارخي صوت التلفزيون واعطينا انشوده سريعه بسرعه هلا عيد عيد بالله ما سمعت انا الخيار الاول ولا الثاني ولا الثالث ايش اللي عيد يا ابن الحلال ما سالتك سؤال انا قاعد اقول لك ايش السؤال طيب السؤال نريد انشوده جميله جدا صغيره قد النمله قد النمله مالك يا علي وما النملة معانا وانا بقوله بالفصحى والله بالفصحى بالنملة ايوه والله لا غيبك انا بترقى العقاق اي انا يا خالد هرب بس هيا بالزبده لا اعطيك على راسك اي احقع ها يلا في انشوده ولا ما في انشوده اقول ايوه بسرعه الوقت 30 20 ايش بك طالع هوا بسرعه خمسه بسم عشاني وخلي الهموم وخلي الهموم زياد لناك على زنتك عطوا صفقه عطوا صفقه حلو 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 ما شاء الله فايز فايز فيصل علو السلام عليكم فيصل وصول فيصل نعم كيف حالك ها ايش ها وين انت فيصل حارس مدرسه انت ولا ايش لا لا ها فيصل ايش بك فيصل ها برضه ها فيصل قول نعم نعم الله اكبر فيصل نعم لا هذه المره قول فيصل كيف حالك الحمد لله من فين يا فيصل من جده اهلا وسهلا اليوم ما شاء الله كله جده اخبارك ايه يا فيصل صايم ولا لسه فاطر الا صايم 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 في الليل الحين صايم في الليل فيصل صايم في الليل شلون صايم في الليل فيصل لا فيصل كم عمرك يا فيصل عمري 12 سنه ما شاء الله تبارك الله العمر كله يا فيصل ان شاء الله يا رب ان شاء الله فيصل نعم أبغى أسألك سؤال طيب لو جاوبت على السؤال تأخذ طيب. على طول جائزة طيب طيب الزبدة هذه اللي في يدي الزبدة دي اللي في يدي إيش اسمها زبدة سلمان يا سلام عليك فايز عطوه صفقة أقسم بالله أقسم بالله خالد كم عطوك كرتون عشان تقول الإعلان هذا اليوم أعطوني زبدة وزعلقوها زعلقوها أنا من أول الشهر وأنا أكل زبدة اجلس عبد العزيز هناك تعال عزيز نقول ألو السلام عليكم ها الو خالد احس خالد انا يقول لكم ها جالس يا خالد نعم الو مو انت انت الو خالد خالد الو هلا خالد شو اخبارك طيب الحمد لله احبك يا خالد الو احبك يا خالد ها احبك يا خالد ما احبك يا خالد خالد يلا اختار واحد من المحلات بسرعة وانا احبك اكثر حبيب قلبي انت اخيرا الحمد لله الحمد لله ايش هذا اول مره اشوف صنفور حجم عائلي خالد يلا نقي واحد من المحلات يا خالد قفل التلفزيون نقي واحد من المحلات ابو خلود الو لا كذا كثير بعد لين ثلاثه نقي واحد من المحلات واحد اثنين شكرا الو الو عمر عمر من الامارات الو انجاد من وين من الطائف هلا باهل الطائف عز المصايف اهلا وسهلا يا امجاد اصحابك عاد اهل الطائف على اي والله انت مره تحب الطائف انا اعشق شيء اسمه طائف صراحه بالله عليك اي والله زين برشومي شكلك خصوصا الشباب لا ما ضيق بين واحد بالله اوكي بالله واحد ضيق يلا امجاد اختاري واحد من المحلات بسرعه امجاد ايش انا 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 نفسي اعرف بسال سؤال والله لما انتم تكونوا ساكتين زي كذا بهاللحظه ايش تسووا بامانه ايش تسووا هوندا هوندا تقول له يا بس هوندا هات واحد هوندا
إعلان 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 من كل الكاميرات يا جماعة إعلان. مو معناته أنكم تختاروا هوندا أنكم تكسبوا هوندا. السحب آخر شهر السحب على هوندا. تبغى هوندا؟ دقيقة قاعد يخبز هوندا. أوكي السؤال يقول البردة هي قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للشاعر كعب بن زهير ولا حسان بن ثابت ولا لبيد بن ربيعة؟ ايش؟ يلا قولي كعب بن زهير ولا حسان بن ثابت ولا لبيد بن ربيعة؟ واحد او الاولى كعب بن زهير. صحيح صفقولة. يلا خالد بس ممكن اقول كلمة؟ تعال تعال بس الكاميرا تعال. ما تلاحظ انه كل الخيارات الخيار الاول هو الاجابة الصحيحة؟ ايه مين الغلطان في الكلام؟ انت خم. طيب سوي الخيار الثاني الخيار الثاني. اوكي الجزر الثاني الجزر الثاني. لا بايخة مرة اليوم مرة والله خالد بالله سواجي صح؟ اي والله حاس انا مرة دمي ثقيلة. مو مشكلة تبغى تقول شيء انت؟ انا؟ هي قول تبغى تقول شيء؟ ابستقبل منى. السلام عليكم. تبغى تستقبل؟ السلام. ايش بيستقبل منى؟ السلام عليكم. بكره حيجي يداوم. من وين يا منى؟ من الباحة. اهلا باهل الباحة. جاكم مطر يا منى صح؟ ايوه يا هلا باهل الباحة. يلا منى اختاري واحد من المحلات. هوندا. لا ما في بطلت ما في هوندا. الا الا في هوندا. مالك شغل والله والله واضح. تعطيهم هوندا. لا والله ياخذ هوندا صدقني ربي بالزبده في راسك. والله بالفرفره في راسك. ما تاخذ هوندا والله تاخذ ما تاخذ هوندا يا شيخ. والله لا تاخذ يا شيخ. روح يا شيخ. يا شيخ والله العظيم لا امشي من البرنامج. خذ هوندا. اقول لك اقول لك شيء اقول لك شيء عشان لا كلامي ينكسر. والله العظيم انا حلفت. شوف لو لو ما اخذت هوندا والله لا يصير لك كلام ثاني. هي حلفت انا. خذ هوندا احسن لك. علاء لا فاتح. تخسرني. شوف ابشر ابشر ترى انا والله ابشر. انا عارف السؤال. هوندا هوندا حتاخذي هوندا. خذ السؤال. السؤال هو مره صعب تستاهل. اقوله بس انت لا قالت هوندا هوندا بالله ما يصير يا اخي. لا اخي اقول بالله عندي. طيب يلا عشان خاطري علاء. ما نظام الحكم في جزر القمر الاتحاديه الاسلاميه؟ هل هو الجواب جمهوري ولا ملكي ولا فدرالي؟ تساعدني بعد هذا كله. قاعدين نرفع يدتنا لهم من الصبح. شوف يا المخرج بسوي انا. شوف كله الاول. ايوه الاول طبعا خلاص. الاول جمهوري صح. ايوه يلا اعطونا صفقه يا شباب. تعال لا تكسر المشاهدين. ابو هوندا اديهم هوندا. انت دحين مسوي انت اللطيف الحنون. ماني حنون انا بس السياره حتخرب بعدين لو جلست لها شهر. ايه بس انت فاهم الناس تحسب انه هوندا يعني انه بيكسب هوندا. طيب خليهم ياخذوا. يا اخي انت بس ممكن افهمك شيء. تفضل. ممكن تكبك اللقافه. طيب اوكي ممكن. طيب اكبك يعني كيف اكب اللقافه؟ يعني سيبك منها كذا يعني اكب اللقافه. بايخ لا تميل عشان الكرش. لا بالله كذا اكب اللقافه. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص خذ عبد الرحمن خط واحد. عبد الرحمن الو. عبد الرحمن سيبك منه لا تديله بالزبده في وجهه. عبد الرحمن عبد الرحمن اسمعنا من التليفون. قصر صوت التلفزيون. عبد الرحمن الحمد لله. لا لا قالب ده لا تفكر. عبد الرحمن كيف حالك؟ بخير. من فين يا عبد الرحمن؟ من جازر. ها ترى صوت النشيد عندنا عالي في الاستديو. عبد الرحمن نعم. عبد الرحمن من فين؟ من جازان. ونعم بها الجيزان. كيف المغش؟ زين. اعطيني شيء جديد غير المغش. ضبطت؟ من اول انت مغش مغش. اعطيني شيء جديد. مرسى كيف المرسى؟ ايوه كويس. عبد الرحمن كيف المرسى؟ ايوه في مرسى في رمضان ولا ما فيش؟ لا لا ايش في في رمضان قول لنا. قول ثلاث اكلات. مبلكت. ها ايش؟ مبلكت. همبرجر. همبرجر مش همبرجر. ايش؟ مبلكت. ما انا سامع. مبلكت مبلكت. طيب هو ده حلو بس اسمع. ايش قال؟ ممكن اطلب منك طلب؟ نعم. بكره تطبخه بهذه الزبده؟ لو عرفت اسم الزبده اللي في يدي شايفه؟ على طول ندخلك السحب بدون اي حاجه. زب... هذه الزبده قالب زبده. وش؟ هذا ايش ده عبد الرحمن؟ نعم. عبد الرحمن انت معايا ولا مع مين؟ اي معك معك الحين. هذه الزبده اللي في يدي لو عرفت اسمها؟ الماس. صح اعطوه جاهزة يا سيد الناس. الو خذها هلا. الو السلام عليكم. شدا. شدا مرة هلال. الو السلام عليكم. شدا مرة هلال. الو السلام عليكم. صاحبنا اسمه.
وعليكم السلام. هلا بك شادة، من وين؟ من الرياض. أهلا فيك يا شادة، كم عمرك؟ 13. العمر كله إن شاء الله يا شادة. يلا نقي لك واحد من المحلات شادة. هوندا. إيش قصتكم مع هوندا؟ يا خلي الناس تعيش يا أخي. لا بأخذ لك محل عطور، إيش رأيك من محلات العطور، مو أزين؟ إيه أزين. أزين يلا، محلات العطور من برايفت كوليكشن يلا. اليوم ترى فطرنا أنا وعلاء، اليوم فطرنا أنا وعلاء مع الفرق الشبابية، كان فطور جميل ورائع، طبعا ما أكلنا ولا شيء لأنه علاء كان موجود. اللي طلعناه من الحفلة هذه الزبدة رقناها وشربنا. والله ثلاث ثمرات ولبن والله بس، والله ما فطرنا، كان عزومة كبيرة. أحسن لك إنك ما جيت أنت، زحمة 1000 نفر فيها. أنا والله توقعت 20 نفر، دخلت لقيت زواج، زواج في رمضان، زواج في العصر، زواج في العصر وفي رمضان بدون عروسنا. وبعدين المفروض نفطر الأناشيد ومدري إيه، وغلق أدن العشاء والتراويح بس ما فطرنا. ما هي الطاقة التي يولدها البرق؟ البرق يولد طاقة صح؟ أيوة. ما هي هذه الطاقة؟ هل هي كهربائية ولا مغناطيسية ولا كهرومغناطيسية؟ كهرومغناطيسية. إيش؟ كهرومغناطيسية. لا كهربائية ولا مغناطيسية؟ مساعدة. سمي؟ أقول مساعدة. إنزين بساعدك أنا. كهربائية. اثنين أخوك أحد يجي. الاثنين كهربائية صح 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 صح. عطوه صفقة. ألو عبد الله يا أبو عابد، عبودي يا أبو عابد، يا أبو عابد سمعني صوتك يا بطل يا أبو عابد. ألو عبد الله. ألو كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. إيش أخبارك عبد الله؟ من فين يا عبد الله؟ طيب والله. من فين أنت يا عبد الله؟ من الرياض. ونعم بأهل الرياض، أهل الكرم الفياض. إيش أخبارك؟ الله يعينك عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. طيب حلو. عبد الله سؤال سهل بعطيك، جدا جدا سهل. طيب تعال. يلا. تعال تعال يا ابني عبد العزيز. لو عرفت الاسم هذا اخو علاء المنصري خذ الجائزة على طول. طيب ايش اسمه؟ وشو؟ عبد الصمد. هذا اخو هذا. اعطيك خيارات. عبد الصمد. سيب الزبدة، هذا الزبدة، هذا ايش؟ عبد هذا مين؟ لحظة اعطيك خيارات. عبد خليني اعرف. ها ايش اسمه؟ لو عرفت هذا عبد العزيز ايش اسمه اقول لك، لك الجائزة على طول. لو عرفت اسم عبد العزيز تاخذ جائزة. يلا بسرعة. ايش اسمه؟ بسرعة. عبد العزيز. يا سلام يا هذا والله ايش ده دك يا والله مرة. طيب بس بقول كلمة بس هنا زوم كذا سريع بس، رجاء الله يسعدكم قصروا على صوت التلفزيون لما انتم بتتصلوا علينا، عشان ما فينا نتصل نقول لكل متصل قصر صوت التلفزيون قصر صوت التلفزيون، ما يطلع واضح. عرفتم كيف؟ الو اتصال. الو غيدة. الو غيدة. الو الو هلا غيدة، شو اخبارك؟ طيب الحمد. من وين يا غيدة؟ من مكة. اهلا فيك يا غيدة، نقي واحد من محلات يا غيدة على السريع. هوندا. انا والله شكلي ببطل اعلام. والله ايش اللي هوندا هوندا يا اخي؟ غيدة تبغي محل عطور، مو احسن لك محل عطور؟ لا ابغى هوندا. تبغى هوندا؟ هات الهوندا. تعال عندك مايك عشان تسال. طيب يلا. الطائر الوحيد الذي يستطيع تمييز اللون الازرق هو الهدهد ولا الغراب ولا البومه؟ الهدهد ولا الغراب ولا البومه؟ ساعدني. اساعدك يعني اكثر من كذا؟ الهدهد ولا الغراب؟ البومه. البومة صح، احسنتي من غير ما غششها خالد. ما غششتها الكاميرا، غششتها كيف؟ الكاميرا قاعد يشوت من هناك والله. انت وانت داري كيف. طيب الو امنه. الو الو السلام عليكم. الو امنه مره لا تسوي صوت ولد صغير مره. ألو. اقسم بالله تحسك عري من بوليل. الو والله ما. يا امنه ها كيف حالك؟ طيبه. ايش اخبارك يا امنة؟ يا امنة؟ ها كم عمرك يا امنة؟ اربعة. اربعة ما شاء الله تبارك الله، عطوها جائزة بدون اي حاجة. امنة ها ادوها صفقة، انت فايزة يا امنة، اللي تبغي خذي. خذي خالد اللي تبغي. خذي يا امنة. لا تلعب امنة. يد 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 يدك يا يدك.
أهلي ايش بك انت؟ حرام عليك ايش قاعد تسوي فيه؟ انا ما ادري انا استنى انا احترم بس كبر السن بس علاء استنى بس اقفل الزرار يا اخي انت تراك اليوم مع الو السلام عليكم لا انت اخذت امنه يلا يلا حسان السلام عليكم وعليكم السلام هلا يرضيك خالد يضربني يرضيك لا والله ما يرضيني قول له قول له قول له قول له حسان قول له والله بالزبده في راسك حسان انت هو اوريك عيب عيب ايوه حسان عليك افا حسان كفى اخوي حسان كفو حسان ارفع علومك ارفع علومك انا اوريك سؤال صعب صعب لو جبته ما راح اعطيني والله كله اجيبه يلا حسان اختار واحد من المحلات بسرعه هوندا هيا اعطوا واحد هوندا هيا شوف يا رب اديله اديله ده صاحبك اديني ان شاء الله يطلع سؤال صعب ما تجاوب السؤال يقول الماء الذي يتجمد على نحو اسرع عند وضعه في داخل الفريزر هو المكيف مالك شغل الملقف خليه الملقوف خليه السؤال يقول الماء البارد ولا الماء المعتدل ولا الماء الساخن الماء السامج ايش اسمع يلا الماء الذي يتجمد على نحو اسرع عند وضعه داخل الفريزر هو الماء الساخن ولا البارد ولا المعتدل ان شاء الله ما تجاوب يا شيخ ساعدني ذا كله ساعدني تكفى الماء الذي يتجمد على نحو اسرع عند وضعه داخل الفريزر هو الماء البارد المعتدل ولا الماء الساخن الماء الساخن الماء الساخن السلام قال لك انك انت اللي جبتها هلا السلام عليكم بندر يا هلا عليكم السلام كيف حالك يا بندر الحمد لله طيب يا بندر يا هلا يا مرحبا لا جالس لي قدامي زي البلنتي كيفك يا بندر طيب كيف الحال كيف امورك يا بندر هلا هلا ولد عيشة هلا من فين يا بندر انا جدة من اي جدة ها جدة يعني الحارة اللي جنبكم من فين في جدة بعنيكش ها بني مالك بني مالك ما شاء الله تبارك الله حياك الله بندر هذا عارف بندر لو عرفت اسم الزبدة دي اللي معايا تاخذ جايزة مالي في الزبدة بصراحة انت مالك في الزبدة؟ لا مالك طفيش لك فيش ها؟ تبغى هوندا ما في هوندا ما في الا زبدة اقرب شيء على يمينك ها؟ اقرب شيء على يمينك ايش تبغى؟ تبغى سؤال من علاء؟ ها هات دحين انت لو عرفت اسم الزبدة تخش على الجائز على طول ما عليك مالي في الزبدة اديني اي شيء ثاني مالي في الزبدة ده ايش ده من وين جايبينه الو انت ما عندك تلفزيون الظاهر انك صح؟ ايوه ايوه ما عندك ما عندك تلفزيون قول ما عندنا تلفزيون يا اخي الفقر مو عيب يا اخي انا برا يعني في برا مين ما عنده تلفزيون والله الفقر مو عيب مش معنى تلاقي ابوك شايل التلفزيون عشانك انت لعاب سقطت من اختبار بندر السؤال يقول بندر الو اين توجد اكبر غابه في العالم؟ في استراليا في روسيا في الهند وين توجد اكبر غابه في العالم في حارتنا هل هي في استراليا ولا في روسيا ولا في حارتنا بني مالك حارتنا بني مالك اتوقع قال لك مجد القاضي وجه له الورقه جحيت على الرجال ما عنده تلفزيون ها اين توجد هلو. استراليا روسيا رقم 2 روسيا 2 صح سنت صح طيب قوي ما شاء الله عليك يا بندر يلا مع السلامه اشوفك على خير ان شاء الله الله يكرمكم بالتلفزيون امين الو الو السلام عليكم وعليكم السلام هلا من معي معك علي الشمراني من مكه ونعم والله ولد مكه ما شاء الله اليوم جده مكه مكه جده كله هنا حوالينا اليوم شغل كدادين ما شاء الله الو ايوه يلا نقي واحد من المحلات الو العطور 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 تعجبني والله انك كفو ترى بكره مفاجئكم انا بكره حجيب لبس حضرمي هنا في الاستوديو والله والله العظيم بكره لابس سباحيه وشميز وجو حضرمي طيب كويس بكره حلبس لبس حضرمي لا احد عنده اعتراض يرسل على تويتر طيب بكره يوم للشرح يوم للحضارمي يلا شوف السؤال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو دعاء دخول الخلاء
اكرمكم الله، ولا الخروج من الخلاء اكرمكم الله، ولا دخول السوق؟ دخول السوق. يا سلام، وحش والله. اسمع وحش صفقه. اقول الزبده ما ساحت. الزبده ما ساحت يا خالد. الزبده ما ساحت. شوفها ايش اسم الزبده اصلي وربي مو اعلان الاعلان. الماس. الزبده الماس. تستاهل. الو صهيب. الو صهيب. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا صهيب. من قدك يا صهيب؟ ايوه. كيف حالك؟ من فين يا صهيب؟ من جدة. من جدة ونعم. ومن يحبك يا صهيب؟ قالوا اكبر مشكلة. لا لا ما هو مشكلة. صهيب صهيب. هذا سمع من التلفزيون يا صهيب. اسمي قالوه في التلفزيون يا صهيب. صهيب. الو صهيب حبيبي. لا ايش اسمك يا صهيب؟ اسمه صهيب. طيب دول من اول. صهيب تبغى سؤال ولا تبغى تفوز كذا؟ لا ابغى سؤال. هيا تبغى سؤال مسوي لي مجتهد. انا اوريك نقي يا صهيب. تبغى من سكر تاون ولا برايفت كوليكشن ولا تويو ولا ثنائيات ولا هوندا؟ هوندا. هوندا سهل. ادينا سؤال من هوندا. يلا كم باقي على الكوبونات؟ انت ما حد جاوب ولا سؤال دراجة لكن. يلا صهيب جاهز؟ ايوه. اوف لا اجيب الثاني ده طويل ثلاث اسطور السؤال. هات 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 تعال تعال والله أنا. طويل انا ساعدك والله طويل ما حيعرف. اقول قول اقسم الله عز وجل. لا خلينا نجيب سؤال. اقسم الله عز وجل بالتين والزيتون كناية عن الارض التي تزرع فيها ومهبط الرسالات السماوية، ما هي هذه الارض؟ مصر ولا الحجاز ولا فلسطين؟ مصر الحجاز ولا فلسطين؟ ها صهيب ايه انت الشاشة عندكم متقدمة؟ الشاشة عندكم متقدمة؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. يا سلام حلو. سلام عليك. فلسطين احسن شيء. الشاشة عندكم متقدمة. الو سمر السلام عليكم. الو سمر سيب جوالك شوية سيب. الو الو سمر. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. ايش اسمك؟ عمر. عمر قال لك سمر. ها محمد خالد ها. قال لك محمد خالد مفصول. الو 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 الو. عمر. هلا. ايش اخبارك يا عمر؟ الحمد لله طيب. عمر انت من فين؟ من ينبع. من ينبع؟ ايوه. حيا الله ينبع. كيف السمك؟ الحمد لله ويسلم عليك. يلا يا عمر خذ ايش تختار السؤال، من هوندا ولا من تويو ولا من ثنائيات ولا من سكر تاون ولا من برايفت كوليكشن؟ من سكر تاون. جيب واحد من سكر تاون. بسرعة عبد العزيز. بسرعة بسرعة جري. بسرعة عبد العزيز حبيبي. عبد العزيز والله منورنا اليوم عبد العزيز. ايوه. قال الله تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. المقصود بالسندس هل هو الصوف الحرير القطن؟ السندس هل هو الصوف او الحرير او الحرير. القطن؟ انت حتى في القرآن تغشش. هذا سؤال حبيبي. حتى في القرآن تغشش. هذا سؤال. الحرير. 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 سنت. وانت ما غشيت يا عمر؟ ايه ما غشيت؟ الشاشة ما ادري. طيب شكرا عمر. انت متأهل معنا للسحب ان شاء الله. مشاهدينا الكرام فيصل صغير ونرجع لكم ثاني مرة. خليكم على فور شباب نرجع لكم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل القصير. الو مين معانا؟ يا حسين. حسين يا علاء الكاميرا دي انت دحين. علاء الكاميرا دي كاميرتي ولا ايش دحين؟ ايش وضعك انت يا حسين؟ هلا والله. حسين كيف حالك؟ حسين حسين يا حسين يا حسين. تمام الحمد لله. من فين يا حسين؟ الو. هي من فين انت ولا انا؟ الو الو. حسين اسمعنا من التليفون. من الرياض. من الرياض. اهلا وسهلا بالرياض. اهل الكرم الفياض صراحه. طيب يا حسين تختار سؤال من برايفت كوليكشن ولا من سكر تاون ولا من تويو ولا من ثنائيات؟ يلا حسين حرك نفسك شوي. حسين من هوندا. المخرج يقول الحركه بارده. يلا يا ولد شغل شغل. من هوندا. حسين
المخرج يقول لك الحلقة باردة. يلا حسين يا حسين حسين المخرج يقول لك الحلقة باردة خلي صحنا بسرعة. والله خصموا علينا 5 ريال في الهواء. يا حسين يا حسين اوكي يا حسين يا اخي يا حسين خلاص خلينا ناخذ اتصال ثاني. اي انسان ما يسمعنا من التليفون حسين اسمعنا من التليفون سيب التلفزيون لحاله. يا حسين عارفين ان عندكم تلفزيون. يا حسين كلمنا من التليفون. يا حسين حسين خذ اتصال ثاني. الو خذ اتصال اللي بعده. الو اسامه اسامه بسرعه عندك الحلقه اسامه. الو السلام عليكم. بسرعه اسامه كيف حالك اسامه؟ الو ايش اخبارك؟ هلا والله ايش اخبارك يا اسامه؟ الحلقة باردة يا أسامة بسرعة. أسامة أسامة يا يا جماعة اسمعونا من التلفون يا جماعة كده ما يصير. ألو نعم ألو أسامة نعم إيش أخبارك طيب؟ من فين يا أسامة؟ هلا هلا يا أسامة من فين أنت؟ الحمد لله. أسامة أنت من فين؟ من القصيم. من القصيم أهلا وسهلا بأهل القصيم. لا ما دام من القصيم خلوه ياخذ راحته. أسامة أسامة هلا جاهز للسؤال؟ جاهز. يلا تختار تويو سكرتاون من ثنائيات من هوندا أو من برايفت كوليكشن. من فين؟ من القصيم. السؤال من القصيم. تبي الشاهي ما هي السكرية؟ أسامة طيب معليش معليش يا جماعه يا جماعه قلنا لكم مليون مره اسمعونا من التليفون واي انسان حيسمعنا من التلفزيون راح نفصل الخط. اسماء السلام عليكم. اسماء كل واحد يطلع لي ابنه صغير عشان يكسب. الو السلام عليكم اسماء. بدينا الزبله. اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اسماء اختاري واحد من المحلات بسرعه اسرع بسرعه. سكرتاون يا سلام هذا اللي جابه بسرعه هات سكرتاون. والسؤال يقول من سكرتاون هنا السؤال يقول من أول من اخترع بارود البنادق؟ هل هم أولا العرب؟ من أول بس خالد من أول أوكي يا أول من أول من يا أول من أول من اخترع على أول من اخترع الطرمبة. ضيعت اللغة العربية يا خارجوه. من أول من اخترع بارود البنادق؟ بالله خلاص يا شيخ. طيب أوكي أقسم يا أخي أنا ودي أعرف وش هالصوت مخلوق بعري. أنت ما عندك غير العري ما عندك حاجة ثانية. من أول من اخترع بارود البنادق؟ هل هم العرب ولا الصينيون ولا الروم؟ الهم الأول من اخترع. من ما بطلت بطلت انت ولا انا من اول من اخترع يا اخي انت قول يا اخي ريح الرجال ولا العرب ولا الصينيون ولا الروم يا اخي هذا فين جايبينه قسم بالله شايب يا اخي العرب قول العرب وريحنا. الو العرب يا طيب العرب العرب يا سلام عليك يا مهي يا اخي يعجبك بالمشاهدين انه ما اخر بس والله وخر بس انا اسف على اقول لك المخرج يحرق الحلقه هنا هنا طيب ايش طيب عنده حكة في راسه لا اقول لك سلم على راسي. نتمنى انه يكون معانا راعي حق امل. الو 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 هلا دانا ايش اخبارك؟ حط موسيقى ما في موسيقى نوم. الو ايش اخبارك دانا؟ السلام عليكم. اس خالد اسكت اسكت وحجم العدو 14 هزار تسمعي؟ صوت مو واضح. اي ادري حتى صوتك بعد مو واضح. تتكلمين وانت نايمه؟ لا. انزين يلا دانا الو اختاري واحد من المحلات بسرعه. هوندا. ارفع المود ارفع آخر المود اخر واحده بسرعه يلا يلا نبي نرفع المود اكثر. هوندا. النفس عارف سارق الجوال من البيت انت قاعد تكلمي معنا؟ هات الهوندا. الو خذ 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 بسرعه 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 هنا هنا الكاميرا حرك. قال تعالى وفرعون ذي الاوتاد. المقصود بالاوتاد ايش؟ هل هم القصور ام الجبال ام الاهرام؟ قصور الاهرام. الاهرام احسنتي ما شاء الله عليك. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. محمد السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. كيف حالك ابو حميد؟ الحمد لله. طيب حمودي؟ ايوه. طيب اسمعني يا حمودي انت من فين؟ نعم.
فين؟ من فين أنت؟ من جدة. ما شاء الله تبارك اليوم كله مال جدة على. إيه ما شاء الله. حمودي. نعم. كم عمرك؟ كم عمرك؟ عمري 12. ما شاء الله تبارك الله. حمودي بسألك سؤال بسيط، مخرج البرنامج واحد اسمه مجدي القاضي، من هو مخرج البرنامج؟ زوج فوزية. من هو مخرج البرنامج؟ أبو رفا. أبو رفا. يا حمودي مخرج البرنامج اسمه مجدي القاضي، من هو مخرج البرنامج؟ ارحمني الله يرحم أبوك. زوج فوزية. مجدي درامي. لا زوج دقيقة سويته مجد المهندس. يا أخي مجدي القاضي. قال لك مجدي. مجدي القاضي. زوج فوزية. من هو مخرج البرنامج؟ حصلت مواد. مجد القاضي. مجد القاضي. خذ اسكت شوي. مجد القاضي. من هو مخرج البرنامج؟ زوج فوزية. مجد القاضي. زوج فوزية. مجد القاضي. يا سلام عليك يا شيخ. مجد القاضي. خلاص فوزوه دام. طلع له مسلسل يا مجد القاضي. عزام يا عزام خذ ثلاثة. الو عزام. الو. كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله المؤدب عزام. كيف حالك؟ الحمد لله طيب حالك، أنت كيف حالك؟ أنا أحبك. وأنا أحبك زودة بعد عمري. يا سلام. زمان بالصلاه كذا تونس. اوكي سلمني على الدعزي. سلم لك على مين؟ الدعزي. على عبد العزيز اخوك. عبد العزيز يسلم عليك، قول له هاي. اوكي عبد العزيز يسلم عليك كمان. اوكي ألو. يلا نقي واحد من المحلات يا عزام. تويو. تويو اخيرا نقيت تويو، احسنت. بابا عنده سياره؟ بابا عنده سياره؟ بابا عنده سياره يا بطل. طيب مو مشكله. كم مرة وردت كلمة تلاوة في القرآن الكريم؟ كم مرة وردت كلمة تلاوة في القرآن الكريم؟ مرة واحدة ولا ثلاثة ولا ساعدني. خمسة؟ إيش؟ ساعدني. أساعدك أيوة. كم مرة وردت كلمة تلاوة في القرآن الكريم؟ هل وردت مرة واحدة ولا ثلاثة ولا خمسة؟ مرة واحدة. مرة واحدة يا بطل وحش. ألو، أول حاجة أنا قبل ما أبدأ أحب أني أشكر الإعلامي أيمن يوسف على اتصاله بنا في البرنامج وشكره، وهذا تقدير منه، جزاه الله خير على تواضعه وإرساله لنا الرسالة هذه الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون البرنامج حائز على إعجاب كل المشاهدين. بكرة زي ما وعدتكم بكرة راح ألبس حضرمي، لأنه أنا خالد بمجموس من حضرموت. أنا حلبس إماراتي. بكرة راح ألبس حضرمي، لبس حضرمي أصيل، وممكن بعد هذا نتسحر لخم أنا والمخرج. وعلاء طيب. وانت علاء انت الخير والبركه يعني. الله يسعدك. انا بدونك ولا شيء علاء. الله يسعدك حبيب قلبي. هلا علاء. رغد سلام عليكم. رغد ايش تحط نفسك؟ وعليكم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام. من وين يا رغد؟ الحمد لله طيبه. من وين؟ من الحمد لله طيبه. واي مدينه هذه؟ طب من فين انت؟ من جده. اهلا فيك. يلا رغد نقي واحد من المحلات. الهوندا. خلص الحمد لله يا ربي لك الحمد. طيب العطور. العطور برايفت كوليكشن. هات يا عبد العزيز عطور. السؤال يقول في برايفت كوليكشن اين توجد اعلى نافوره في العالم؟ اين توجد اعلى نافوره في العالم؟ هل توجد في نيويورك ولا في باريس ولا في جده؟ جده ولا نيويورك ولا باريس؟ نافوره اللي تحت مبخره. ثلاثة جدة. وحش أحسنتي. يا سلام يا سلام. ألو 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 ألو. السلام عليكم. تميم. تفضل معاك. تميم. تميم أنت من فين؟ من الرياض طال عمرك. حياك الله يا تميم. تميم سؤال سهل راح أعطيك إياه بدون ما تختار، إذا جاوبت على طول تدخل معانا السحب، إيش رأيك؟ إن شاء الله. تفضل. جاهز؟ جاهز. حبيبي معايا ثلاثة مصورين هنا في الاستوديو، واحد اسمه عبد الله صالح، واحد اسمه ناصر صالح، واحد اسمه طيب صالح. تمام. ثلاثة اخوان هنا مصورين ما شاء الله تبارك الله. باقي بكري وفوت ورقة. تعد لي بس اسامي الثلاثة المصورين وخش معانا في السحب. عبد الله صالح. يا سلام عليك. وناصر صالح. يا سلام عليك. وبكري صالح. بكري صالح ده هناك مو شغال معانا. معانا طيوب صالح. وخش على طول ما دام طيوب. طيوب صالح. يلا يا حبيبي انت فايز، دخله على طول. رامي الطيطي وين اليوم يا خالد؟ ها رامي الطيطي
رامي الطيطي هناك في العمره طيط طيط شجع مو حلو والله مره اليوم خالد كانك مفطر فول. الو خطر. الو ابراهيم السلام عليكم. برهوم عبد الشكور. عبد الشكور عبد الشكور قفل التلفزيون. الو بعد لين ثلاثه اذا بنقفل التلفزيون بنفصل. عبد الشكور عبد الشكور الو السلام عليكم. والله عبد الشكور اسم واحد كبير. الو السلام عليكم. اوكي ناخذ خط ثاني بسرعه. ألو. على السريع على السريع ناخذ خط ثاني. اوكي عبد الشكور معلش سامحني عشانك ما بتسمعني من التليفون عشان في ناس في ضغط اتصالات. الو السلام عليكم. هلا والله. هلا بنتي هتكلم. ها مودة سم. هلا مودة مودة. الو ها خجل مودة بنت عبد الخالق. الو 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 السلام عليكم مودة. السلام. كل سنة وانت طيبة مودة. انت طيب. جاهزة مودة؟ ايه جاهزة. يلا تختاري من سكر تاون او البرايفت كوليكشن او تويو او ثنائيات او هاندا. برايفت كوليكشن. برايفت كوليكشن يا سلام هذا لك شغل من اول. يلا اعطيها برايفت كوليكشن. والله فاهمك والله فاهمك والله الله يخليك ابوس يدك. مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا الفورفير اليوم مقدمة. طيب ايش اسوي لك؟ طيب انت وين احطها؟ مودة. ها. متى توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها؟ السنة 15 الهجرية أو السنة 20 هجرية أو السنة 25 هجرية؟ السنة 15 هجرية ولا السنة 25 هجرية ولا السنة 20 هجرية؟ السنة 15 ولا 20 ولا 25؟ 20 هجرية ولا الأول؟ ها؟ الإجابة الثانية. الثانية 20 هجرية صح. أعطوها صفقة أعطوها صفقة مودة تستاهل. ألو ألو معاك علاء. ألو ابو الهش. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله ابو الهش. الله يحييك يبقيك. من وين يا ابو الهش؟ من مكه المكرمه. تحيه لاهل مكه يا ولد. حيو الله يحييك الله يبقيك. هشوم نقي واحد من المحلات. وش المحلات اللي تبغاه؟ تبغى تويو تبغى سكر تاون برايفت كوليكشن ولا من زبده الماس؟ لا العطور 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 برايفت كوليكشن. اعطينا عبد العزيز سؤال. اشتريتها ذقت الزبده هذه حق الماس؟ دكتا؟ ما اسمعك يا اخوي. حق عيال عمودي. دكتا حق عيال عمودي عنده فلوس. طيب ما شاء الله. من هو الشاعر العربي الذي اسمه الذي اسمه همام بن غالب؟ الذي اسمه مجد القاضي. السلام عليكم. السلام عليكم. من هو الشاعر العربي الذي اسمه همام بن غالب؟ السلام عليكم. هذا عنقز الحدود حق السفاره دي. السلام عليكم ابويا. ايش بك يا خالد؟ ايش ده بعده تكليف ده قلت ادب. طيب استغفر الله العظيم. من هو الشاعر العربي الذي اسمه همام بن غالب بن صعصعة؟ هل هو جرير ولا الأخطر ولا الفرزدق؟ جرير فرزدق الأخطل. يلا الجواب الثالث الفرزدق. أحسنت أنت وحش مية مية. اتصال ثاني من نسيبة. السلام عليكم يا نسيبة. ألو أهلين يا نسيبة. الصوت مو بواضح. ادري حط صوتك انت مو بواضح. من وين يا نسيبه؟ الو اهلين. الو السلام. وعليكم السلام والرحمه. من وين يا نسيبه؟ من الرياض. اهلا باهل الرياض. يلا نسيبه نختار واحد من المحلات. نختار واحد من المحلات تويو. تويو نختار واحد من محلات تويو. والسؤال يقول لك من تويو ما هي شبه جزيره ايش؟ ما هي شبه لا ترمي شيء. ما هي شبه جزيرة في شبه جزيرة أصلاً عادي فاكر يا ما هي شبه جزيرة في شبه جزيرة بجوارها جزر؟ إيش ده الإمارات ولا قطر ولا الكويت؟ القطر. القطر حلو. السلام عنطاش يقول مية مية. القطر عنطاش مية مية. القطر تمام. ألو فاطمة. أيوة هلا. كيف حالك يا فاطمة؟ كل سنة وأنت طيبة. تعال عبد العزيز. أيوه. فاطمه. ايوه هلا. كيفك يا فاطمه؟ ايوه هلا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبين فاطمه. ايوه هلا. ايش تختار يا فاطمه؟ سكر تاون برايفت كوليكشن تويو ثنائيات هوندا؟ انا حاسس انه في قاعد يدبر لي شيء على لا والله والله انك قاعد تدبر لي شيء. والله ما قاعد والله العظيم قاعد تدبر. اقسم بالله ماني قاعد ادبر لي شيء. طيب اوكي لا تقعد تحلف. هيا تفضل يا فاطمه. هيا خدمات فاطمه. هوندا هوندا
هوندا خلصت الاسئله. برايفت كوليكشن ولا تويو؟ سكر تاون. سكر تاون. سكر تاون. سكر تاون. يلا فاطمه يلا بسرعه ورانا مشوار. تويو. تويو تويو تويو. اطوح تويو. انا بجيب تويو. روح يا علاء. ابشر خالد تفضل. والله ونعم فيك يا علاء. ما عليك زود حبيب قلبي. يا اخي انا كل يوم اشوفك ارتقي. عارف. لا انت اسال السؤال. طيب ابشر. شكرا. طيب. اول دول العالم انتاجا للصمغ. ليه؟ اوكي للصمغ. الصمغ اول الغرق. دول العالم انتاجا للصمغ، هل هي نيجيريا ولا السودان ولا مصر؟ نيجيريا فحم صح؟ نيجيريا الماس يا خالد. السودان. السودان. احسنتي ما شاء الله عليكي. ده يا خالد ممكن توجهي ده انا مره واحده في حياتي. روح روح. بس خليني اوجه اهداء هنا على الكاميرا. اهداء توجه ايش معاك؟ الدفاع المدني هنا مو نداء، اهداء. انا اقول اولا انا اشكر صديقي العزيز على قلبي كثير جدا جدا ابن الشرقيه، الاخ الذي لم تلده امي، اخوي مشاري ابو عبد الله، واحلى تحيه لك. وفعلا الرجال مواقف. نكمل مع خالد. الله اكبر. كما اهدي سلامي وتحياتي الى كل من في اليمن وفي جزر القمر وفي المحيط والبحر الاحمر. محمد الو. محمد. ايوه مرحبا. كيف حالك ابو حميد؟ هلا حياك الله يرعاك. كل سنة وانت طيب ابو حميد. رمضان كريم. ايامك وكل عام. من فين يا محمد؟ من جدة حبيبي. من فين في جدة؟ من حي السامر. ونعم الله بحي السامر. ما عندكم هبل زي ده بحي السامر صح؟ ايه حبيبي ابو حميد ايش تبغى سؤال؟ اي سؤال. تويو. انا اختار لك. يلا اختار لي. والله لانك طيب انا اجيب لك من عند الطيب والعود. الله يسعد ايامك. خذ خالد رجع مكانه. دقيقة دي بس رجع. كم مرة، السؤال سهل، كم مرة ورد لفظ الفردوس في القرآن الكريم؟ مرة واحدة، مرتين، أربع مرات. لفظ الفردوس كم مرة ذكرت في القرآن الكريم؟ هل هي مرة واحدة أم مرتان أم أربع مرات؟ سهل جدا. مرة واحدة ولا مرتين ولا أربع مرات؟ لفظ الفردوس هل هو ذكر مره واحده ولا مرتين؟ مرتين. مرتين. يا سلام عليك ابو حميد، توكل على الله فايز يا حبيبي. خالد في اتصال الجوال. خالد مكتوب العيله. العيله اهلي. الو. لا لا. عليكم السلام ورحمه الله. تسلم تسلم. ايش خالد تقول لك جيب كوسه معك؟ طيب ابشر خلاص بيجيب. يلا الو. السلام عليكم. كوسه نخرج ثلاثه ما. الو الو مين معنا؟ طيب خلينا قبل ما ناخذ الاتصالات نتوجه كذا واقول لكم ارقام التواصل اسفل الشاشه، شوفوها. من داخل السعوديه 7000 10 81، ومن خارج السعوديه 0 8 8 21 6 9 0 8 9 6. وايضا تواصلوا معنا على تويتر على حسابي الشخصي علاء المنصري اسفل الشاشه هيجيكم الان، وايضا على حسابي الشخصي لخالد بامشموس خالد بامشموس وهاشتاج البرنامج الرصيف. يا سلام. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا يا وجدان. الو الو. ايوه الو. ما بسمع انا. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علاء تفضل. هلا والله بسفير الابتسامه. الله يسعدك. وانا ايش سفير ايه ده انا؟ انت سفير سفير الاشرار. لا لا اهرج اهرج انا سفير ايه؟ لا لا اهرج انت لو تبغى اهرج انا سفير ايه؟ يا اخي مالك ومال الناس يا اخي. طيب ايش مالك ومال الناس حقك؟ وانا ايش سفير المجاري انا؟ لا لا اهرج لو انت تبغى اهرج سيب بالله. لا لا اهرج خليه يكمل الرجال. احنا فيها ترى. عفوا عيد ما سمعناك تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالله اسمع. معك نبيها. اهلا وسهلا بالعمه نبيها حياك الله. هلا الله يسلمك. الله يبقيك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه بصحه وسلامه يا رب. هلا بعلاء حبوب. الله يحبك ان شاء الله. تسلم يا اخي. الله يسلمك يا رب يعافيك. عمتي هذه. الله ينعم فيك. الله يحفظك ان شاء الله. لا تطول. الله يسلمك. انت والله يا خالد النعم فيك. الله يسلمك يا ستي. بس عندنا علاء خلاص هو سفير الابتسامه عندنا. ما كل صباح لازم نسمعه ميكس اف ام وخلاص دايما 24 ساعه. يا ستي انت على راسي من فوق. الله يسلمك. والله يخليك لنا ويحفظك وان شاء الله ونشوفك كل سنه وتتحقق امانيكي. اللهم وعلاء فعلا سفير الابتسامه بس الابتسامه الصفراء. الله يسعدك حبيبي انت كمان. حط لها بعدين. والنعم فيه والله. لا لا علاء ونعم فيه. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا تختاري واحد من المحلات يا عمه. بعد ذا الكلام تقول لها تختاري والله فوزها على طول. فوزها على طول. عطوها السحب يلا على السريع.
ولا تفوت كمان بعدك. اهم شيء اهم شيء مبسوطه الحمد لله. الله يسلمك والله بخير. الله يعافيك. الله يسعدك ان شاء الله. سلامي للاهل. شكرا يا عمه. صقر. والله اليوم واحده كتبت انه ستها تستنى البرنامج، فكل أيه. الكبار اللي يتفرجوا على البرنامج، اهلنا اباءنا اخواتنا الناس الكبار اللي يتفرجوا على راسنا. انت ما تقدر تقول اجدادنا غلقوا عندك. اجدادنا ما عندنا غلقوا. خالد ما يقدر يقول اجدادنا غلقوا، هو اجدادنا. الكبار كلهم اللي يتفرجونا اللي يجلسوا. واحد اليوم قابلني قال لي الوالد يقفل محله ويجي يتفرج عليكم. الله يسلمك. كلكم على راسي وكلكم عزوتنا وكلكم انتم راس مالنا، انتم حياه البرنامج هذا، البرنامج قاعد يرتفع في الاتصالات والمشاهده بسببكم انتم، انتم الغذاء الروحي للبرنامج. صح. نشكر الجميع. نشكر الجميع. وبكره راح تشوفوني باللبس الحضرمي هنا. طب انا بلبس شيء، انا بكره بلبس اماراتي. بكره انت لا تجي. يرضيكم؟ بكرة كل الحضارم استنوني، كل الحضارم اللي في جدة. كنك يا أولاد. بكرة ما في قاع صمصوم. بكرة شرح هنا. بكرة بنشترح إن شاء الله هنا في البرنامج. قاع سهالة وعودة لما حضرموت إن شاء الله. بنشترح. تفضل على. إيش إيش كامر ريشة. يا شيخ روح. يا شيخ رمضان. ألو. فاشل. هلا السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. يا هلا. هلا بك زود، مين معاي ومن وين؟ هلا والله، ودي أشارك فيها وندا. ما في غلقت. اقي واحده ثانيه. عبد الله هاشم سحبها. ايش؟ وش فيه؟ في تويو، في في شو اسمه؟ برايفت كوليكشن، سكر تاون. في ثنائيات، في زبده الماس. ايش زبده الماس؟ زبده الماس. زبده الماس، طيب نختارك واحد من زبده الماس ونقول السؤال طلع من وراء زبده الماس، يقول السؤال: ما هو الهرمون الذي يفتقد اليه مرضى السكر؟ ما هو الهرمون الذي يفتقر إليه مرضى السكر؟ هل هو البوتاسيوم ولا الأنسولين؟ سهل لي. أسهلها لك؟ مرضى السكر وش عندهم؟ دائما يحتاجون شيء، إبرة. وشي؟ إبرة إيش؟ يحتاج يأكل رز كثير وسكر. إيش؟ الأنسولين. أنسولين. السلام. السلام عليك. موضوع سهل جدا. جربت زبدة الماس؟ جربت زبدة الماس؟ ألو. جربت تفشل؟ ألو. وجدان. السلام عليكم. ألو. وجدان السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيبة وجدان. أنت طيب. من فين يا وجدان؟ من تبوك. من تبوك، ونعم بأهل تبوك. من وين تختاري؟ برايفت كوليكشن، سكر تاون، تويو، ثنائيات أو هوندا؟ تويو. إيش؟ تويو. 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 يا جوالك يدق يا استاذ علاء. ايش خصيبك دول يدقدق وما يعرف الواحد شغل دحين؟ انت الجوال ده ايش هو؟ عند 70 قاعد تنفس فيه كذا جوالك يا اخي. انا ما عندي غيره يا اخي، لا تقعد تهديني. تسوي فقير مره. سيارتك اخر موديل. يلا. ايش ده؟ ايش ما هو اطول مطار في الوطن العربي، اكبر ولا اطول؟ انا اول مره اشوف. اول مره اسمع السؤال ده. اطول مطار في الوطن العربي، هل هو مطار الشيخ زايد، مطار الملك خالد، مطار السلطان قابوس؟ أطول مطار. ما هو أكبر غشاش في الوطن العربي؟ ألو. علاء المنصري. اثنين. اثنين. رقم اثنين. رقم اثنين. أنت صح يا شيخ. ألو ألو ألو. يا الزبير مرحبا باتصالك، ويا أهلا وسهلا، رد علي بلحن وربح جايزة معنا، بس قول ألو بلحن. ألو. قول. حيا مواد عليك. يلا وعليك السلام. رد علي بلحن وخذ جايزة. يلا أسألني سؤال. أسألك سؤال. أبشر تحت أمرك على راسي. يلا بنجيب لك سؤال. بنجيب لك هذا من بكرة. دي بكرة حق الحضارة. من محل العطور. بنجيب لك سؤال يقول: الحيوان الذي لديه أكبر قلب هو؟ ما هو الحيوان الذي لديه أكبر قلب؟ الحيوان. حيوان. الحيوان اسمه مش الحيوان. أنت ما تدري ليش أنا قلت كده. عندكم تساعدوني. ها؟ إلا إلا بساعدك حبيب قلبي. لسه ما قال السؤال. الحيوان لديه أكبر قلب هو الزرافة ولا الفيل ولا الجمل؟ الزرافة. الحيوان الذي لديه أكبر قلب. يا أخي اسمه الحيوان ما اسمه الحيوان. زرافة. سم. زرافة. الزرافة. وحش. أحسنت. حلو.
الو ليث، السلام عليكم. من سوريا. ليث، ليث. الو ليث، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا ليث؟ خير الحمد لله. شلونك؟ من فين يا ليث؟ سوريا. اهلا وسهلا باهل سوريا، والله ينصركم ان شاء الله يا رب. امين. موفقين يا ليث. ليث خلي انا علاء المنصري يكمل معاك لانه هو اخواله سوريين وعاد يستمتع مع السوريين. اهلا وسهلا فيك يا ليث. ليث حبيب قلبي، اول شيء مره شكرا انك قاعد تتصل علينا رغم هذه الظروف الجميله جدا. اسال الله يعجل في فرجكم ان شاء الله. الله يجزاك. عفوا الظروف القاسيه، اسال الله يعجل في فرجكم عاجلا غير اجل وينصركم على الطاغيه. الف مبروك، انت دخلت معنا السحب وان شاء الله تكون انت من الفايزين معنا. شكرا. الجميل يا علاء انه نحن يعني الحمد لله انه صوت البرنامج هذا وصل سوريا وانه الناس مستمتعين. ليبيا. في ليبيا وفي سوريا وفي كل الوطن العربي، هذا هو نحن منكم واليكم. السلام عليكم. لا السلام عليكم لسه بدري. طيب. الو رانيا. وعليكم السلام. مرحبا رانيا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا رانيا. وعليكم السلام عليكم. رانيا. هلا. ايش من وين رانيا؟ من الرياض. من الرياض، اهل الكرم الفياض، اهلا وسهلا باهل الرياض. رانيا ايش تختاري؟ ثنائيات، برايفت كوليكشن، تويو، سكر تاون، هوندا. 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 هوندا ما في، خلصت والله هوندا. في المفتاح، تبغى المفتاح؟ ايه. خذ المفتاح. تصدق انت ما في شيء اسمه مفتاح. ما في شيء. الاسئله خلصت حقت هوندا، نديك سؤال ثاني؟ ايه. يلا اديك من برايفت كوليكشن. اسرع اسرع اسرع. ايوه ايوه. يلا يلا من برايفت كوليكشن. والله صرت تعرف تنطقها يا خالد. السؤال سهل جدا، صاحب كتاب حي ابن يقظان، هل هو ابن خلدون، ابن عربي، ابن طفيل؟ سهل. هل هو ابن خلدون، ابن عربي، ابن طفيل؟ نقل يا اخي، سوي حركة. ها ابن خلدون، ابن عربي، ابن طفيل؟ ابن عربي. ابن عربي ولا ابن طفيل؟ السؤال الثالث. ابن طفيل. يا سلام سلام يا سلام. من اول. الو الو. ايوه ثالث. اي خلصنا، احنا خلصنا منك، انت مع السلامه. ناخذ اتصال ثاني. الو فاطمه. الو سامع. فاطمه. ايوه. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام. كنك ما بغيت تسمعينا من التليفون. بكره بكره. اوكي بكره بنتكلم حضرمي وبنلبس انا وخالد حضرمي، قررنا خلاص. ايوه فاطمه قولي لي من فين؟ من فين يا فاطمه؟ من مكه. طيب عشان لا يطلع الصوت يطلع حوش، حاولي انت ايش؟ دقيقه دقيقه دقيقه، عشان الصوت لا يطلع حوش. السلام عليكم يا مجد القاضي. كده قاعدين نغلط على اللغه نحن. اقول لك عشان الصوت لا يطلع حوش. طيب. السلام عليكم. يلا يلا اختاري لك واحد، اختاري لك محل بسرعه. الزبده. الزبده. والسؤال من زبده الماس، يقول السؤال من ايش؟ من مخض من مخضر. السؤال يقول قريه. لا ليش يا جاهل يا جاهل. لا والله العظيم انه في كلجه في السؤال، لازم نفضح الاعداد. في كلجه في السؤال ابن الحلال، في كلجه والله. قرية أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها آخر قرية من قرى الإسلام خرابا، فما هي؟ أول شيء صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هل هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، ولا جدة؟ عيد السؤال. أما كذا. قرية أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها آخر قرية من قرى الإسلام خرابا، فما هي؟ هل هي مكة المكرمة أم المدينة المنورة أم جدة؟ مكة. والله انكسر راسي ورقبتي انكسرت وهذا الكوبون. تفضلي بسم الله على بركة. بسم الله أكبر. شكرا، أعطونا اتصال ثاني من الجزائر. يلا ألو جزائر. ألو جواهر، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وانت طيبة يا جواهر. وانت طيب. كيف حالك يا جواهر؟ طيب الحمد لله. هذه رعشة كبر السن يا خالد. جواهر. ايوه. من فين تختاري، برايفت كوليكشن ولا سكر تاون
ولا ثنائيات ولا الزبدة ولا زبدة الماس؟ ثنائيات. ثنائيات. ادينا سؤال من ثنائيات. سؤال من ثنائيات يقول اي والله بس انت خالد. لا ما بكتب. اوكي. من هو منشد رضينا رضينا؟ هنا هنا كمل. هل هو حمود الخضر، صالح اليامي، احمد عبد الله؟ حمود الخضر ولا حمود الخضر ولا حمود الخضر؟ حمود حبيبي. قالك قالك حمود الخضر. صحيح. اهلا وسهلا وتحيه قويه قويه حقيقه للفنان الخلوق الحبيب حمود الخضر اينما كان الان من الكويت. الو الو يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا يا بدر. نعم هلا. وش فيك متضايق يا بدر؟ ادي اعصابك. ماني متضايق. طيب خلاص ادي اعصابك. تبغى خالد يسالك؟ تفضل. لا لا هذا داخل مستوصف. كمل. الو يا بدر. هلا معك. كيف حالك يا بدر؟ والله بخير الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا بدر. وانت بصحه وسلامه. بدر اختار يا بدر. اول شيء انت من فين يا بدر؟ هلا. من فين يا بدر؟ من المدينه. ونعم باهل المدينه الناس طيبه يا بدر. وانت طيب بدر. اختار يا بدر. هلا عامر. تويو. هلا. تويو ولا زبده الماس ولا ثنائيات ولا سكر تاون ولا برايفت كوليكشن؟ مويو. ايش؟ تويو. ايوه تويو. اديني سؤال من تويو. ابشر. والله ونعم فيك علاء. يا ريت الناس كلهم زيك والله. ادرس. ايوه ايوه. طيب السؤال سهل. يقول اكثر سوره تكرر فيها اسم الرحمن، هل هي سوره مريم ام سوره الرحمن ام سوره البقره؟ سورة مريم ولا سورة الرحمن ولا سورة البقرة؟ بدر. أيوة. ها أكثر سورة تكرر فيها اسم الرحمن، هل هي سورة مريم أم سورة الرحمن؟ الإجابة الأولى. أم سورة. يا سلام عليك يا بدر ممتاز. من معنا؟ ابتهال. سلام عليكم يا ابتهال. لا 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 بسرعة بسرعة قصر على صوت التلفزيون. ابتهال. السلام عليكم يا ابتهال. قصر قصر افصل الخط. السلام عليكم. لا يا ابتهال اسمعيني. الو. ايوه اسمعيني من التليفون. قلنا مليون مره. اي خاف. يلا اوكي نقي واحد من المحلات. تاخذي زبده. زبده الماس. زبده 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 الماس. والسؤال يقول من زبده الماس ماذا يطلق على اشد الليالي ظلمه؟ يسموها الليالي الظالمه مره اللي يعني فيها ظلمه مره كثيره. ايش فيك ترفع رقبتك مره؟ هل هي الليل اللائل ولا الليل العتيم ولا الليل الاسود؟ الليل اللائل العتيم ولا الاسود؟ الاول. الاول اللائل. السلام صفقولها. حلو صفقولها. تحيه تحيه يا كنترول. الو. خلاص خلصنا. الو مين معانا؟ الو 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 ابراهيم. ايوه. يا ابراهيم كيف حالك يا ابراهيم؟ طيب. من فين يا ابراهيم؟ الحمد لله. من فين انت يا ابراهيم؟ من الوادي. من وين؟ الوادي. من الوادي. من الوادي. في الوادي. من وادي فاطمة. السعودية. ونعم والله بيك وبالسعودية ابراهيم. هلا. كم عمرك يا ابراهيم؟ 12. ما شاء الله تبارك الله. ابراهيم ايش تختار؟ سكر تاون ولا برايفت كوليكشن ولا تويو ولا زبده ولا عطر ولا اي حاجه؟ ولا نقفل البرنامج؟ ابراهيم. الو. تويو. طيب ابراهيم تويو. ما قال تويو قال الو. ايش تختار؟ ها؟ ايش تختار؟ سكر تاون. امسك. سكر تاون. جاهز؟ عد عد. يلا هو جبنا لك سؤال سكر تاون. سؤال علاء. الو. الو. خذ هذا ايش يقول؟ يلا يا ابراهيم. ابراهيم السؤال يقول ما المقصود بيوم الفرقان؟ هل هو غزوة بدر؟ جودي او غزوة احد؟ يقول له شوفي شوفي. او غزوة فتح مكة. ابراهيم ابراهيم اريحك انا. غزوة بدر. خلاص جاوب. يلا مع السلامة ابراهيم. شوفك على خير ابراهيم.
طيب. عطوا صفقه، عطوا صفقه ابراهيم. خلصنا؟ الو الو، مين معانا؟ طيب طيب مشاهدينا الكرام، دائما نقول في نهاية كل حلقة شكرا لكل المتابعين عبر شاشات التلفزيون أو عبر روابط الإنترنت، وأيضا تحياتي لكل المتابعين على أكاونتاتنا الشخصية في تويتر، سواء قناة فور شباب أو حسابي الشخصي بعلاء المنصري أو حساب خالد بامشموس بخالد بامشموس. كل الشكر لكم مني أنا علاء المنصري، وألتقي بكم إن شاء الله مجددا في يوم الغد بعد ما نذكر الرعاة. نشكر كل الرعاة اللي شاركوا معنا، تويو، برايفت كوليكشن، هوندا، سكر تاون، ثنائيات، الجميع، عبد الله، شركه عبد اللطيف العمودي، السواني، ابل بيز، ايلاف، لومار، كل الجميع اللي كانوا معانا، زبده الماس، شركه عبد اللطيف العمودي، الجميع اللي شاركوا معانا نشكركم من القلب حقيقه، ما قصرتوا ولا حتقصروا ولا انتم من اصحاب التقاصير. بكره ان شاء الله باذن الله لا تنسوا، ذكرت في بدايه الحلقه انه حيستمر ارسال المسج، ارسل مسج قد تكون فايز بالحلوه دي، السيارة دي ممكن تكون من نصيبك، ارسل مسج على مدار 24 ساعة وغير وقت البرنامج، سؤال مكتوب الرصيف في المسج على طول، أول ما ترسل مسج يوصل لنا إن شاء الله يخش المسج على السحب، ويكون بإذن الله تعالى من نصيبك بإذن الله تعالى السيارة. شكرا طبعا لكل المتابعين، شكرا لعبد العزيز أخوي اليوم اللي شرفنا، شكرا لهم، شكرا، قول شكرا. شكرا شكرا، إن شاء الله نشوفك إن شاء الله مذيع في قناة كناري علاء، بكرة إن شاء الله بإذن الله أنا جايكم هنا باللبس الحضرمي. ونعم حاجي لابس حضرمي. ونعم وبكرة وإن شاء الله نستحر بعد هذا لخم بإذن الله. بإذن الله على خير، على خير والجميع، وشكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية